انطلق موسم حصاد محصول القمح بمزارع الشرق وجنوب بورسعيد، لتبدأ أيضا عملية التوريد للصوامع والشوان بالمحافظات المختلفة والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح وتوريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشهدت محافظة بورسعيد خلال هذا العام زراعة 13161 فدانا بين أراضي الجنوب والشرق في منطقة سهل الطينة، حيث زادت المساحة المنزرعة بالمحافظة عن العامين الماضيين بنحو 3000 فدان. نحن بدأنا الموسم القمح المحلي، بنستلم الدرجات بتاعت القمح. عندنا 3 درجات للتقريض، في 23.5 وفي 23 وفي 22.5. بنحدد درجة النظافة بتاعت الأقماح المحلية لموسم 2024، إن احنا العربية أول ما بتيجي بنسحب عينات وبنراعي ان احنا نكون يعني السرعه في عمليه الفرز العربيه عشان نحدد درجتها. بالتالي بعد كده بنشوف ان لازم يكون العينه خاليه من الاتربه ومن الشوائب ومن الاصابات الحشريه. بنحدد درجتها، لو هي كويسه تمام بتاخد درجتها اللي هي 23.5، لو هي فيها مثلا اقل من كده بتاخد درجتها اللي هي 23، لو اقل من كده بتاخد ال 22.5 الدرجه المحدده ليها. طبعا كل درجه ليها سعر محدد. المساحه المنزرعه هذا العام حوالي 13000 فدان، بزياده حوالي 3000 فدان عن الموسم الماضي، والمستهدف هذا العام من 16 ل 19000 طن بزيادة عن الموسم الماضي أيضا. والحمد لله احنا الموسم اللي فات تعدينا 101%، والسنة دي إن شاء الله هتتعدى النسبة أكبر من ذلك. احنا وردنا من خلال يومين في الشونة حوالي 330 طن، وده يعني شيء مبشر بالخير إن شاء الله. تابعنا الموسم الزراعي وموسم ناجح إن شاء الله، وفي إنتاجية عالية، بالإضافة إن احنا عندنا 13161 فدان، منهم حوالي 5747 فدان في شرق القناة، وحوالي 7414 فدان في جنوب بورسعيد. طبعا شرق القناة بيوردهم في صومعة الأمطار الشرق عشان طبعا المعديات وعشان الأنفاق والكلام ده. أما بالنسبة لجنوب بورسعيد فبيوردوا في شونة مطاحن شرق الدلتا اللي موجودة داخل محافظة بورسعيد. احنا بنجهز المواقع التسويقية بتاعتي التخزينية اللي أنا بخزن فيها القمح بتاعي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بتاع جمهورية مصر العربية أو بتاع منطقة بورسعيد، بالأخص محافظة بورسعيد. بنحافظ عليه من التلف بالتجهيزات اللازمه من التبخير وعادات والمواد التبخير بتاعتنا، ونجهزها بحيث ان انا افضل محافظ على كميه القمح اللي يتم تخزينها من بدايه الموسم لنهايه الموسم لحين البدء في لجنه البرامج لتوزيع القمح على الصوامع لاجراء عمليات الطحن. دايما وابدا بنكون في قمه السعاده واحنا بنورد المحاصيل بتاعتنا هنا الاستراتيجيه، سواء حتى قمح او غير القمح، لان بدانا دلوقتي ان يكون في مضارب في بورسعيد، والحمد لله بدأنا برضو التوريد ليها. بدأ يكون في عندنا اكتفاء ذاتي من الرز كزراعة، واكتفاء ذاتي من الرز كسلعة سنوية بعد تأشيره. الحمد لله بدأنا يكون عندنا كل الخدمات اللي متاحة، اللي هي الطحن، تأشير الرز، كل الأماكن دي عادت موجودة دلوقتي في بورسعيد ومتاحة معنا في بورسعيد دلوقتي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع لتواصل خسائرها، بينما يتحول تركيز المستثمرين إلى التوقعات بتراجع الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 86 دولار و69 سنت للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 82 دولار و16 سنت للبرميل، وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا، وذلك بنسبة 1.22% لتصل إلى $2.54 سنت للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل $1.75 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تباين أداء البورصات في منطقة الخليج مع عكوف المستثمرين على تقييم أحدث التصريحات الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي والتوتر الجيوسياسي الراهن، وارتفع المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.3% لتشهد البورصة بالمملكة حالة استقرار بعد جلستين من الخسائر، وارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.8% منهيا سلسلة خسائر لأربع جلسات، وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.2% وبنفس النسبة السابقة انخفض المؤشر القطري. أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، حيث تزداد التحديات بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر، وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بنسبة 1.9%.